اللافتة الثانية اللي عملوها زمايلكم يقول معاملة الصديق كمعاملة الأخ في المدرسة، احترام حقوق الصديق. زمايلكم هنا أو زميلتكم أو زميلكم اللي بيوصفوا التعامل مع الصديق في المدرسة هو تعامل الأخ في البيت. على فكرة في المدرسة احنا بنقضي أغلب وقتنا تمام مع زميلتي ولا زميلي اللي قاعد جنبي في المقعد في المدرسة. فإذا معاملتي لأخويا اللي قاعد جنبي في التختة في المقعد بتاعي هي معاملتي لأخويا اللي معايا في البيت. فإذا المدرسة الفصل بتاعي والديسك اللي أنا بركز عليه والمقعد بتاعي هو رابط اجتماعي كبير جدا، قيمة عالية جدا يا شباب بتعلمها من مين؟ من المدرسة. أنا بقعد مع أخويا في المدرسة أكتر ما بقعد مع أخويا في البيت. أنا بحكي أسرار زميلي في المدرسة أكتر ما بحكي أسرار أخويا اللي في البيت. فإذا مدرستنا بيتنا، المدرسة هي بيتي الثاني إذا لم يكن البيت الأول. طبعا والبيت اللي أنا نشأت فيه واتولدت فيه هو الأصل، تمام؟ المدرسة تكميلية. فإذا شعارنا النهاردة برضو إحنا بنكمل بعض، تعالوا نكمل بعض. بشكر زميلتكم أو زميلكم اللي كتب لافتة دي، حكمة جميلة جدا يعني من فاه أو من يد أحد الطلبة. يقول المدرسة مصنع الأفكار ومورد التقدم. المدرسة مصنع الأفكار ومورد التقدم، فعلا